أحباب، بس الذي يوضح نقطة صغيرة. دائما نسمع عن الدولة العثمانية ونسمع عن سيئاتها، ولكل دولة حسنات وسيئات، ولا يجرمنكم كما قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نحن في هذا البلد في لبنان جدران وزارة الداخلية والثقافة وحوض الولاية والبطركية وكل هذه الجدران التي بنيت في الدولة العثمانية. هذه الدولة ينبغي أن تنصف، أخطأت في أماكن ولست مع أخطائها، ولكن أصابت في كثير من المواضع والمواقع، فلا بد أن نصفها. ونتمنى نحن في لبنان على مسار لبنان أن يكون هناك دولة تشبه ما كانت فيه الحضارة في الدولة العثمانية. وأكبر شاهد هو سكة الحديد التي أمر أمامها كل ما أطلع على عكار وطرابلس، أجدها خاوية فارغة، هذه التي بناها العثمانيون ووصلت بين أخطار البلاد العربية. كان اسمها سكة الحجاز، وكانت تصل بين لبنان وسوريا وفلسطين والأردن وصولا إلى المدينة المنورة مكة المكرمة، إضافة إلى أن النقطة الأخيرة أن هذه الدولة دافعت عن كرامة فلسطين، هذه الدولة دافعت عن كرامة فلسطين بإسلامها ومسيحيتها، الإسلام والمسيحية. بارك الله بكم. شكرا. هو ما يؤكد مفهوم الدولة.